مجلس محلي بمحافظة اللاذقية قام بدراسة مشروع لتشغيل الأفران في ريف اللاذقية واللي عددها 4 أفران اللي هي أوبين، ربيعة، سلمى، داما. مهام المجلس المحلي بهذا المشروع هو شحن الكميات أسبوعيا من مستودعات المؤسسة العامة للحبوب للأفران، ومن ثم مراقبة عمل الأفران من خلال مراقبة جودة الخبز المنتجة يوميا والكميات التي تخبز في الأفران الأربع يوميا وأماكن التوزيع لهي الأفران. الطحين المقدم هو 70% منه مقدم من مؤسسة الآفات، هيئة إداسة الكوارث التركية، مقدم من الحكومة التركية كمنحة، و 30% هو من إنتاج المؤسسة العامة للحبوب إنتاج محلي. سعر طن الطحين هو 215 دولار، والحمد لله خلال هالشهرين حصلنا نوحد سعر الخبز في محافظة اللاذقية في الريف المحرر ب60 ليرة. طبعا نحن عم نغطي كامل الريف المحرر واللي بيسكن فيه بحدود 23,000 نسمة. مخبز أوبين نقوم باستلام كمية 39 طن 300 كيلو أسبوعيا. سعر جيد يعتبر اليوم، يعني كيلو 150 غرام سعر 60 ليرة أو 65 ليرة، يعني سعر مقبول تقريبا، يعني تقريبا يعتبر رمزي يعني. والأهم من هذا كله أنه توفر طحين، يعني توفر الخبز للمواطن بغض النظر عن السعر. في شوية صعوبات، ارتفاع أسعار الخميرة، ارتفاع أسعار الأكياس، أكياس النايلون، هذا كله بيأثر على عملية الإنتاج. يرجى وضع هذا الأمر بالحسبان، يعني وجود خطة طوارئ معينة. اليوم إذا بكرة يعني نمنا فإنا شفنا الدولار مثلاً 500 أو 600 أو 700، معناتها في تكاليف جديدة تدخل على خط الإنتاج. نتمنى هذه من الأخوة القائمين على الأمر إنه يعتنوا فيه.